يعني كاين ومع كل أسف ما انتبهت ليش الصحافة عموما في البلاد ديالنا، هو أنه واحد العدد ديال المؤسسات البحثية بحال مركز ديال الأبحاث والدراسات ديال سي بن سعيد أي تدر، مع يعني المؤسسة ديال عبد الرحيم بوعبيد، المؤسسة ديال عليعتا، المؤسسة ديال عبد الجبري، المؤسسة ديال بالحسن الوزاني وغيرها، كان بيناتهم لقاءات على أعلى مستوى، لأنه الدور ديال المؤسسات البحثية أنها تشوف يعني الأوضاع ديال البلاد وتشوف واش كاين شي إمكانية ديال التعاون والعمل المشترك وبأي هدف باش يمكن لينا نحصنوا البلاد ديالنا وباش يمكن لينا نفتحوا واحد الآفاق، ما نبقاوش غير غاديين حنا كندورو يعني في نفس المحل ديالنا وفي دي سيغ بلاس كانوا غير واقفين. واللي كاين هو انه حنا القرب يعني مع المؤسسه ديال سي بن سعيد اي تيدر تبعنا هادشي مزيان، وكان من ضمن الخلاصات الاساسيه والمهمه اللي وصلوا ليها هو انه خصنا نبحثوا اننا نطوروا الوطنيه المتجدده. حنا هدفنا الوطنيه المواطنه لانها كتدخل فيها الديمقراطيه وكيدخل فيها الحقوق والحريات كلها كامله، ولكن كمحطه اننا نسعى جميعا الى تحقيق وتجديد الوطنيه اللي فيها إعادة بناء الثقة، فيها واحد تعاقد جديد ما بين الدولة وبين المجتمع، فيها كذلك الهدف ديال خلق مصالحة تاريخية مع كل الجهات ديال الوطن المهمشة وعلى رأسها الريف وأهداف أخرى فرعية اللي كتفرع على هذا الشيء. هذا عمل داروه مؤرخون باحثون من الحزب ديالنا ومن المؤسسات سي بن سعيد أي تدر، وهذه المؤسسات مجموعة اللي تكلمت عليها. شنو اليوم الدور ديال الفاعل السياسي؟ واش الفاعل السياسي فقط يعلق على ما يجري؟ واش الفاعل السياسي يعني حتى هو كيبقى ينتظر الفاس تطيح في الراس باش كيمكن له يتكلم؟ واش الفاعل السياسي خصو غير يبقى يتاسف على تردي الاوضاع الحقوقيه وتردي اوضاع الحريات في بلادنا وتراجع حتى النضال الديمقراطي في بلادنا وهذه القوى المتدخله في بلادنا يعني والفقدان ديال السياده ديالنا؟ حنا من هذا المنطلق اجتمعنا كمكتب سياسي مسؤول ديال الحزب الاشتراكي الموحد، واتفقنا بانه خصنا نديروا حنا مبادره باتجاه كل الاحزاب ليتحمل كل مسؤوليته امام تردي هذه الاوضاع، لانه المغاربه الا كانوا كيثقوا في هذا الحزب وفي هذا وفي هذا وفي هذا ولا كيأملوا بانه هذا الحزب غادي هذه الاحزاب خصها تلعب الدور ديالها بحال لعبات الاحزاب اللي كانت شكلات الكتله في التسعينات، لعبات واحد الدور في الوقت ديال الازمه ديال الاوضاع فاش كان الملك الراحل تكلم على السكته القلبيه، تحركوا هذه الاحزاب اللي كانت بيناتها شي حويجات اللي كتفرقها وكانت يعني مقاربات مختلفه لحل بعض المشاكل، ولكن السياق الوطني الصعب فرض انه هذه القوى تجلس. حنا اليوم يعني لا نتسيد على احد، ولكن بغينا نتحملوا مسؤوليتنا اننا نطرحوا مع القوى اللي كاينه في البلاد سواء سياسيه، وحتى عندنا برنامج اننا نتلاقاو مع الجمعيات ديال المجتمع المدني الجاده اللي كتدافع على الحريات وعلى الحقوق ويعني والثقافيه، ولما لا كذلك حتى جلسات وموائد مستديره سيتم نقلها مباشره مع واحد العدد ديال المفكرين، وطرحوا عليهم الخلاصات الاولى اللي وصلت لها هاد مجموعه ديال المؤسسات، واننا نشوفوا حنا كاحزاب كيفاش نتحملوا المسؤوليه ديالنا. حنا تبعنا يعني الصحافه وكيفاش كتناقل هذا الشيء يعني بحال شي حاجه سياسويه، حنا ما عمرنا ما كندخلوا في ذاك الحسابات السياسويه. السمعه ديالنا طيبه والعمل ديالنا الجاد والمواقف ديالنا الشجاعه ما غاديش نتنازلوا عليها وما غنتخلاوش عليها، ولكن في نفس الوقت حنا الدور ديالنا ماشي نوقفوا البيضة في الطاس ونحاسبوا الناس، علاش انت دخلتي الحكومة؟ علاش انت درتي؟ هذاك الشيء راه الشعب اللي كيحاسب عليه، ولكن كنتمنى انه مع هاد الأجيال الجديدة اللي دخلت الأحزاب واللي هي كتطالب بالإصلاح من داخل الأحزاب وتيبان لها بأن كاين هناك اختلالات وبأنه ما يمكنش لينا نبقاو غاديين في التطبيع مع النظام كما هو من دون أن ننتزع أي شيء بالنسبة للمواطنات والمواطنين. وعلى هذا الأساس يعني كان سبق المكتب السياسي ديالنا حنا كنتلاقى مع حزب التقدم والاشتراكيه،
ومعاه حزب الاستقلال من اللي كنت أنا ممنوعة في البرلمان، ويعني وكانوا ساندونا في هذاك الموقف مزيان، ولكن هذا ماشي تكميلة لهذاك اللقاء، هذا مسألة لي جديدة، وحنا غادي نخرجوا ورقة اللي غادي تكون مؤطرة لهذه اللقاءات هذه، واللي بطبيعة الحال غادي توصل للصحافة وغادي يشوفوها، لأن احنا ما نبقاوش يسار يعني غادي وكيتراجع، بحال اللي شفنا حتى في دول اللي هي مهمة، أنه اليسار انتهى بالاستسلام أمام هذه العولمة وأمام الاستبداد وأمام اليمين، حتى أصبح يقال بأن اليسار أصبح يمينا، لحنا باقيين كندافعوا على اليسار بقيمه الإنسانية، اليسار الذي يبني حتى لا يبقى استغلال الإنسان لأخوه الإنسان، اليسار المدافع عن الطبيعة، واليوم كنقولوا حنا محتاجين لواحد ثورة سياسية اجتماعية وبيئية وثقافية وأخلاقية، هادشي ما عمرنا غنديروه، ولو يكون عندنا حنا البرنامج كله مقاد راه ولا بدا خصنا نتكلموا مع الناس ونتكلموا مع الجمعيات، وهادشي بالعكس أنا كنظن الصحافة خصها تكون مستاءة من كيكونش النقاش، خصو يكون النقاش وخصو يكون الحوار وخص الطالب الأحزاب باش دير حوار، والصحافة لما لا تاخذ هي مبادرات وتعيط الأمناء العامون وتعيط المسؤولين ويجلسوا وتطرح عليهم نفس السؤال، إلى أين يسير المغرب؟ لماذا تعطل المسلسل ديال البناء الديمقراطي؟ لماذا ليست هناك مصالحة؟ لماذا هذه دائرة الفقر كتسع؟ لماذا هذه الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية تتسع؟ كل هذا يسائلنا، وحنا من باب تحمل المسؤولية ديالنا بالفعل من واجبنا أن نتواصل ونوضح للناس، حنا ما تنبيعوش نشريو في المغاربة، هذه بعدا يكونوا مهنيين، حنا تنشتغلوا بجدية، وكيف هذوك اللي قبل منا قدموا تضحيات وهذا، حنا في نفس الصيرورة سائرون من أجل انتزاع الديمقراطية في البلاد ديالنا، والمؤسسة نرجعوا لها الهبة ديالها والقيمة ديالها، المؤسسة تكون في خدمة الصالح العام وليس في خدمة فلان أو علان، ثم المسألة ديال الفصل ديال السلط وديال المسؤولية والمحاسبة والربط ديالهم الأساسي، ثم الفصل ما بين المجال السياسي ومجال المال والأعمال، هادشي كله، وأننا نحاربوا الريع وأننا نحاربوا الفساد، هادشي كلها مواضيع هي مهمة، واللي إلا اتفقنا على الأساسي منها غادي نكونوا كنساهموا في البناء ديال هذه الوطنية المتجددة، وفي إعادة الثقة المغاربة والشباب والشابات ينخرطوا في السياسة الجادة وفي النقابات الجادة وفي الجمعيات الجادة باش نهضوا بلادنا، لأن مسؤولية تمنيع الوطن مسؤوليتنا حنا، شنو بقاو تفرجوا راه 20 دولة دخلت، حنا بغينا نوليو الكونغو، الكونغو بحال شي فريسة، شي 20 دولة كتنهب في كل الخيرات، والكونغو ما قادرش يوقف لأنه قوى عظمى كتخلي المستبد هو اللي كاين وتابع لها كيتشاور مع هذيك الجهه الاخرى، الشيء اللي جعل واحد العدد المحللين كيقولوا بان الاتحاد الافريقي اليوم باقي تحت الوصايه ديال الاتحاد الاوروبي، كيفاش يمكن لنا حنايا غدا كافارقه كمغاربه نبنيو المغرب كبير ونبنيو هذه الافريقيا ونهضوا بها اللي هي اغنى قاره وفيها كل المعادن الثمينه والنفيسه وفيها اكثر من ذلك واحد العنصر البشري مهم، واليوم الحاجه اللي يمكن لها تفرحنا كيف كنا كنسمعوا شحال هذيك يقولوا عندما تستيقظ الصين سيكون لها شأن عظيم، حنا اليوم كنقولوا عندما تستيقظ افريقيا سيكون لها شأن عظيم، وافريقيا اليوم هي في طور انها تبني هذه اليقظه ديالها، وحنا خصنا نكونوا مبادرين لا ننتظر، خصوصا الموقع الجيوستراتيجي ديال المغرب، الموقع ديال النخبه المغربيه، حنا ما نسيناش بانه مورا استقلال حزب استقلال اللي كان عنده 2 مليون المخارطين، وضيعنا الفرصه باش نبنيو الديمقراطيه ديك الساعه، وبقينا كنضيعوا في الفرص، اليوم كاين خاص مراجعه باش نبنيو في بلادنا دوله ديمقراطيه مع الملكيه تساوي الملكيه البرلمانيه بالفصل ديال السلطات، لانه ونديروا دستور ديمقراطي، الدستور الديمقراطي ما فيهش الفصل السلطات ما كاينش، اذا هذه الاصلاحات الكبيره اللي ما بقاوش كيتكلموا عليها واحد العدد ديال الاحزاب، وهذا بعد النظر اللي ما بقاش، وهذا المنطق والفلسفه الجديده اللي خصنا اننا نعملوا بها، لانه الخطر امام الباب، راه دخل الخطر لبلادنا، حنا خصنا نكونوا متاهبين وتنفكروا، ماشي غير داك الشيء ديال الحسيبات الصغيره، حنا ماشي في الحسيبات الصغيره، حنا ماشي في الحسيبات الصغيره، خصنا نكونوا في الحساب الكبير، الحساب الكبير اللي هو غادي يخدم البلاد ويخدم هذا الشعب هذا. حنا بالنسبه لينا اليوم الحكومه مرات سنه، يعني هذا 20% من العمر ديال هذه الحكومه هذه
ولو ان واحد العدد الوزراء كانوا في الحكومات اللي سابقات، انا حنا راه في استمراريه ديال الحكومات الحكومه، انتم عارفين هذا الشيء، لان الحكومه جابت واحد التصريح حكومي في البدايه ديالها وتقدمات به امام الغرفتين وتم المناقشه ديالو. حنا اللي كنا كنتمناو انه ما تم الاعلان عنه في هذا التصريح الحكومي، واحد 10 ديال النقاط غادي نطلعوا تنميه في 4.5، واخا 4.5 قليله وماشي شجاعه وماشي فيها شي اقدام من اجل، لانه كل نقطه ديال التنميه تساوي 20000 حتى 25000 منصب شغل. هاد الناس كيقولوا غنخلقوا مليون، الا داروا 4.5 راه ما يخلقوش حتى النص ديال هاد الشيء خلال هاد 5 سنين هادي. ملي كيقولوا غادي نقلوا المستوى ديال النساء النشطات، وحنا كنعرفوا القيمه ديال النشاط النسائي في اي مجتمع. ما تتكلموش على المراه اللي دابا اليوم 30 اسره في المغرب، المراه هي اللي كتجيب القفه الوحيده، لان البطاله وداك الشيء صعيب. كنقول بانه فينا هو، قالوا غادي نقلوا 20% من 20% ديال النساء النشطات الى 30%. واش بداو هاد الناس فين وصلنا؟ وصلنا 22، وصلنا 25. شنو هي المبادرات اللي دار؟ فين هي محاربه الاميه؟ فين هي الامكانيات اللي غنعطيو للنساء؟ فين هو التمكين المعرفي والاقتصادي؟ فين هو هاد التشجيع؟ فين هو هاد الاصلاح المالي اللي درنا باش نشجعوا المقاولات الصغرى والمتوسطه الصغيره ديال النساء وحتى ديال الشباب بالفعل، ولكن في هذا المنطق؟ فين هي الطبقه المتوسطه اللي قالوا غادي يخلقوا في الباديه؟ فين هو النهوض بالمدرسه؟ المدرسه اللي جالسين دابا تيدفنوا فيها، لانه ملي كتخدم الاستاذ بالتعاقد وملي تجي دابا الدخول المدرسي، انا كنسمع الاذاعات الاخرى ولا كنقرا كنشوف فنلندا حنا صلحنا قادينا غادي نديرو غادي نزيدو الفلوس في المدرسه، الاستاذ غنزيدوه في, في 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 الاجر ديالو، الاطفال حتى واحد ما غيخلص، راه حنا غادي نتحملوا المسؤوليه. حنا دابا اش كيديروا هاد الناس؟ يجيو يقولوا لنا، حنا شفنا يعني البلاغ الصادر على الاجتماع الاخير ديال الحكومه كيقول غنطلعوا السميك ب 5% والسماك، وشحال هاد السميك وهاد السماك هذا دابا؟ فين هي التطليعه اللي خصنا نطلعوا 30 و40%؟ وشحال الناس عندهم السميك؟ ولكن واحد العدد الناس 2.5 مليون قطاع غير مهيكل، وماشي كلهم داروا لاباس، راه بزاف ديالنا هما غير كيقول لا ما كيخلصوش الضريبه بالفعل، وخصكم تدخلوهم تدريجيا القطاع المهيكل ونشوفوا هذه الامور كيفاش دايره. خصكم ديروا الجهويه الحقيقيه اللي قلنا غادي نديروها من شحال هذه وحنا كنهضروا عليها، باش كل جهات تكون فيها. واش حنا نبقاو نتسناو ثاني يغرقوا لنا الدراري في السندريات في جراده وما سمعناهمش يتكلموا على هذا الشيء؟ الدراري كيهبطوا للمناجم باش يربحوا 20 درهم حتى 40 درهم في النهار، وتزهقوا روحهم هكذا، حنا نترحموا عليهم؟ حنا غنبقاو غير نبكيو ولا على ولادنا؟ كيف بكينا على محسن اللي تطحن وبعد منه قلنا هذه ربما فرصه باش نهضوا بالريف اللي هو يعني عانى من العداء، هو جزء لا يتجزا من المغرب، والريف راهو مغاربه وكيقولوها وتصرحوا بها وكيبغيو بلادهم، نوضوا نهضوا بديك الجهه هذيك؟ لا، نخليو ولادهم 20 عام في الحبس، هذا هو اللي درنا. ولا الصحفيين اللي كيبغيو يشاركوا حتى هما وكيقولوا يعني اي دوله محترمه خاصها تكون فيها اليقظه، كيجيو يكتبوا حتى هما كنلصقوا لهم شي تهمه وكندخلوهم حتى هما للحبس، ونخليو الوالدين ديالهم والاسر والاصدقاء والاهل والاحباب في الام مبين. يعني اذا انا بالنسبه لي هذه الحكومه هذه في المجال ديال التواصل، والتواصل انتم تتعرفوا بانه اليوم واحد المساله اللي هي مهمه، راكم تتشوفوا بانه العالم الذي يدار من قبل الشركات الكبرى المتحكمه يعني في كل السلطات وخصوصا في السلطه الماليه والاقتصاديه، انها تركع الدول، حتى الدول اللي كانت كتقول ديمقراطيه واللي ولات كتكلم على تنكر الديمقراطيه، ما بقاش ماشي يسقوا في الديمقراطيه، خصهم يقلبوا على شي تافه تابع ليهم يحطوه في الدول اللي حنا كان عندها معها علاقه. راكم فهمتوني على من كنتكلم. اذا هاد السلطه ما فوق وطنيه ديال هاد الناس هادو اللي هما متحكمين في العالم، يعني كيف تيو عليك فين غادي تمشي، كيف تيو عليك شنو غادي تدير، وانت ما عندك لا مناعه على والو، يلاه 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 انك منصر. انا كنحل قوس كبير حتى نبعد شويه من السؤال اللي طرحتيه عليا. كيف ما كان الحال، هاد المساله ديال التواصل، هاد الناس هادو علاش كنتكلم متحكمين في الاعلام، هاد الكافا جوجل ابل مايكروسوفت وكلهم متحكمين فيهم، هما اللي عندهم يعني السلطه عليهم ومتحكمين فيهم وكيوجهوهم وتيتلقوا الاخبار اللي بغاو ولي فيك نيوز باش يوجهوا الراي العام العالمي. واليوم التوجيه ديال الراي العام العالمي هو بالترهيب والتخويف، لان العالم يدار بالفوضى وبالخوف. خلعوك تبقى جالس، جلسوا الدار، جلسوا 3.5 ملايير في ديورهم في النهار الاول، جلسوا جلسنا قالوا مزيانه هاد القضيه، هاد الناس خوافه هادو، دابا غير قلنا لهم جلسوا وما جلسوا، دابا غدا غادي نوريهم الشغل كيفاش دايره. هادشي راه غادي الا ما تغيرش العالم، والعالم راه في طور التغير بالمناسبه، باش من يأسوش، لانه ما كاينش، كل مستبد
كل نظام غير عادل ويستعبدوا الناس ولا بدا غادي يفشل واحد النهار. اذا رجعوا للتواصل في بلادنا تاع حنا، راه الاعلام متحكم فيه. علاش؟ شنو هو؟ علاش انا دوزوا جميع الامناء الا انا في واحد القناه، واحد العدد الناس عندهم ما يقولوا والو، وانت تستنى شنو يقول الاستاذ منيب؟ انا منتخبه ديمقراطيا وهذه الولايه الثانيه ديالي، ما بدلت دستور الحزب ما والو، ومواقفي جريئه ولا على هذيك المواقف الجريئه ربما ما استدعونيش في الاعلام الرسمي، يعيطوا للجميع وانا ما يعيطوليش. علاش؟ انا برلمانيه والحزب ديالي محترم في المجتمع وهز راسو، عنده تاريخ وعنده حاضر، نتمنوا يكون له مستقبل مع القوى النظيفه والشريفه في الوطن. اذا اعلام متحكم فيه، وهذا الاعلام ديال 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 الحكومه كيدير معنا حنا طلع تاكل كرموس هبط شكون قالها لك، يعني كينشر المبالغ شفتيه ولا ما شفتيه براسك، وما يهضروش ويجيبوا صحابهم هما الناطق الرسمي والاخر تاع باك هذا من هنا، هما ساكتين على شغلهم، هما ينفذون ما يملى عليهم الداخل والخارج، هذا الشيء راه معروف. وما دامت مصالحهم هما محميه، الشعب راه البحر قدامه يشرب ولا يتسنى هذاك المعمل ديال نحيدوا الملحه من البحر ونشربوا هذاك الماء هذاك تاع هو، ولا نشوف واش غادي نديروا، لان كاين مشاكل خطيره والشعب المغربي حي وجر ناقص الخطر وقال راني ما بقيتش قادر. يعني الناس القدره الشرائيه ما كاينش، الاسعار كترتفع والاجور مجمده. احنا طلبنا تسقيف الاسعار ديال المواد الاساسيه حتى ديال المحروقات، لان المحروقات كتنعكس الى طلعات كتنعكس على كل شيء، خصوصا بعد التحرير اللي كان دار في الوقت ديال بن كيران ولا سمير اللي تباعت شحال هادي. حنا قلنا لهم انا سمير رجعوا لينا انا سمير، ولا عندنا شي شويه ديال الامن الطاقي، ما بغاوش هاد الناس. راه كاينه جمعيه مهمه فيها ناس اللي هما كيفهموا في الاقتصاد، كيفهموا في الطاقه، كيفهموا في البيئه، كيفهموا في كل شيء، مستعدين يعطيو يد الله باش نوقفوا هاد الاسامير ونشوفوا شحال خاص هاد الفلوس، وخا نديروا كتاب وطني ونوضوا نحلوا الاسامير، ما نخليوش اربعه العائلات تحكم فينا وربحوا 45 مليار من نهار التحرير لدابا ويردوا لنا الصرف. نهار جات المجلس يعني ديال 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 المنافسه اللي على راسه كان القراوي وقال هذا الشيء راه تربح بشكل لا اخلاقي، لانه داروا لي زاكور تاسيت، هذاك الشيء راه كيمشي عليه الناس للحبس، راه ماشي غير كنطلبوهم والله يرحم والدينا حنا فهمنا بانكم خديتوا فلوس رجعوا لنا شويه، طلبوا منهم يرجعوا 90% من الارباح. فاذا باللجنه اختفت والرئيس هو هذاك الرجل الممتاز المتميز لم نرى له اثرا. كانت كذلك يعني ناقص الخطر ماشي غير الشعب بالهاشتاغ وبهذا الشيء. السيد يعني جوهري اللي هو يعني على راس بنك المغرب، والي بنك المغرب، راه عيا ما يجرف ناقص الخطر وكيقول حذاري حذاري وهذا، وراه غير هو يعني على مستواه جنب المغرب بزاف ديال الكوارث من داكشي ديال التعويم الدرهم، هو اللي كان حابس وكيقول لك راه ما كاينش عندك وبالك سيدنا، راه ما عندكم لا حكمه جيده وما كاينش الكفاءات، وتتزينوا تجي حكومه فيهاش الكفاءات، كيفاش بغيتوا تواجهوا التحديات لا الداخليه ولا الخارجيه؟ اذا بالنسبه لي دور الاعلام اساسي، وانا كنحيي المقاومه الاعلاميه في المغرب، بعض المنابر كتنور كيحترموا راسهم كيحترموا هذا الشعب، واخا كيحبسوا عليهم الماء والضوء يحبسوا عليهم الاشهار وداك الشيء كله كيبقاو قابطين. وراه حتى حنايا واش حنا غادي نديو معنا شي حاجه لا غادي نمشيو لها ولا؟ راه هاد الناس ما بغاوش يفهموا هاد الشيء، بانه راه القيمه ديال الانسان كيف كان كيقول لنا شحال ما يحسنه قيمته هو سميتو. واش يمكن لك تشري سمعه طيبه عند الناس الا كنتي شفار وفاسد ومفلس وكذاب؟ لا، بالملاير ديالك. ولهذا انا بالنسبه لي انهيار منظومه القيم زاد لينا على هذا الشيء هذا، وعلى التدخل الخارجي وعلى الفساد الداخلي والاستبداد. اذا باينه القضيه من خصنا نبداو الا بغينا نبنيو بلادنا. اما هاد الناس خصنا اليوم نحاسبوهم، داز 20% ديال الوقت هاد التصريح قلتوا غنلتزموا بالنموذج النموي غادي نحاسبكم ا بلس بي ونشوفوا واش كديروا، ولا نسيتوا داك الشيء بديتوا غاديين في شي حاجه هي يعني ضد مصالح هذا الشعب. قبل ما نقول الراي ديالي في الحصيله، اللي كنتمناه وكيتمنى الشباب انه ملي كتبدا شي تغيير واخا جنيني ما خصناش نحبسوه، لان الدوله المغربيه كتبين بانها كتخاف من التغيير، كتخاف من الناس اللي هما حاملين هذا التغيير وكتعلق لهم باش ما كتخليش وحدين اخرين يحدونا حدوهم. انا اليوم فخوره وايما افتخار
بالرفاق ديالي اللي هما مستشارين على مستوى المجالس وعلى مستوى مجلس المدينه ديال الدار البيضاء ومجالس اخرى في مكناس وفاس وفي طنجة وفي مراكش موجودين وفي اكادير وفي فين ما حطيتيهم على الجرح كيبرى كيف كنقولوا. علاش؟ لانهم اولا ناس نزهاء، ثانيا مستقيمين، ثالثا عندهم كفاءه عاليه، وهادو هما اللي بغينا حنايا يكونوا في كل بلاصه. يعني كيديروا العمل ديالهم، انا كنحييهم بالفعل، ولكن هما كيديروا غير العمل ديالهم. المفروض جميع المنتخبين يديروا العمل ديالهم، اللي في شي قريه يدافع على القريه، اللي في ديك المدينه يدافع على مصالح ديك المدينه، اللي في شي جهه يدافع على الجهه. ماشي انا نتحط رئيسه الجهه ونبدا نعطي لبني عمي لي مارشي تحت الطبله، راه هادشي اللي كاين. ما يمكنش. ولا كنت في البرلمان كنكون كندير العمل التشريعي وكنكون كندير العمل المراقبه وكنكون انا كنحس بالثقل ديال هذاك الاصوات، دوك الناس اللي ناضوا وداروا ذاك البلتان باش يصوتوا عليا. شكون انا؟ صوتوا عليا باش نوب عليهم، لانني انا اللي اختاريت السياسه بقناعه، انا اختاريتها بقناعه. بحال اللي قال لي واحد السيد، دابا انت استاذه بغيتي تخدمي بلادك انت والمناضلين ديالك، هذه 24 عام انت ترشحي يلا طلعتي للبرلمان، كان اللي عطى غير 4000 ريال وطلع للبرلمان. يعني كيفاش دايره هذه القضيه؟ حنا المغاربه خصهم يختاروا 20 عام ويقلصوها ل 10 سنين نضال ويتبناو، لان ملي كتطلع شي واحد كيكون كيعرف الجري بلادو كي دايره، اش خاصها، المحيط ديالو كي داير، اش خاصو، العالم فين غادي باش ينخر توا في الحاجه اللي هي ايجابيه، ويدافع على ثقافته ويدافع على هويته ويدافع على هادشي. واش حنا غير دابا ولينا بحال الكراكيز اللي جاي يلعب بينا؟ راه هذا هو اللي كاين. انا بالنسبه ليا رفاقي راهم كيديروا دي بودكاست، وانا كنتمنى انه يعني الناس يتبعوهم في لي بودكاست ديالهم ويشوفوا التصريحات ديالهم، وكينقلوا حتى مباشره من داخل يعني انعقاد المجالس، كينقلوا ما يجري سواء في الدار البيضاء ولا في مكناس ولا فاس ولا في طنجه ولا يعني مراكش. يعني ما يمكن لنا الا نهنيهم والا نفرحوا بهم والا نقدروهم ونعقلوا على هذا الشيء، باش المره الجايه الى هاد المره طلعنا 120، المره الجايه خصنا نطلعوا 1000، لان شحال هذه كمنظمه العمل الديمقراطي الشعبي راه واحد الوقت تقريبا وصلنا ل 2000 ديال المستشارين. يعني الثقه ديالهم والثقل ديال رفيق بن سعيد اي تدل اللي كان البرلماني الوحيد على الحزب في البدايه، ومن بعد كانوا عندنا 4 البرلمانيين، ولكن دابا الطريف هو واحد. شحال غادي يمكن لك انا نهضر يعني نلقي سؤال شفوي مره في 6 شهور؟ هذا هو كيفاش غادي ندير. الحمد لله كاين لي بودكاست وكاين وسائل التواصل اللي يمكن لنا نستعملوها باش يمكن لنا نوصلوا التواصل مع الناس. ومن هنا كنشجع يعني ورفاقي في وجده غاديين واحد العمل رائع جدا، كلهم كنحييهم وراهم تيدوزوا معايا في دي بودكاست باش يتعرفوا عليهم الناس، لان هذه قامات كبيره وهذو مناضلين شرفاء يستحقون كل احترام كل تقدير من قبل الساكنه اللي دارت فيهم الثقه باش يتبعوا معاهم وتا هما يكونوا. بالمناسبه راه الديمقراطيه التمثيليه في العالم راه خصها يكون معها الديمقراطيه التشاركيه، لانه كتلقى الحي ديالك متبعك مدينتك هذا بلاتي، ماشي حد حطيناك تما نساوك حتى دوز 5 سنين، ولا عندي شي مطلب انا خاص المدرسه في القريه غنمشي عندك انت ونقول لك الله يخليك، راه بغينا القريه بغينا نديرو، انا راه عندي واحد البلاصه نعطيها لكم كذا، من هنا ونتعاونوا. المجتمع المدني الجاد الوطني كيتعاون مع المستشارين اللي هما يعني نزهاء. وبالمناسبه انا بغيت نشير حتى للمستشارات، المستشارات ديالنا يعني بطراز كبير. المستشاره ديالنا في فاس في المجلس قالت لهم هذاك المسبح راه خصهم يخدموا ويدخلوا الدراري يعوموا، قال ما كاينش اللي قابلوا، قالت لهم انا نقابلوا، كتمشي في الصباح كتحل المسبح باش يدخلوا الدراري يعوموا، باش خصكم تعرفوا التضحيات عليا ما عندها ما يدار، عندها كتبه ما تقرا، عندها خدمتها، عندها دور، ولكن كتمشي. هذا هو المناضل اللي خصو يكون عندنا دائما. وهذا هو يعني انا كنظن بانه الناس النزهاء خيرونا هما خصهم يترشحوا غدا، والشباب وكذا كذا كذا. يعني نفس الشيء بالنسبه للبرلمان، نقول لكم نفس الشيء بالنسبه للبرلمان. البرلمان خصو يكون فيه ناس مثقفون، ناس نزهاء، ناس يعني مستقيمين، ناس اللي كيعرفوا عليه جاو وخدامين وكيحضروا وكذا من هنايا. هادشي خصو يكون، ماشي نجمع انت راه عندك 120 ديال البرلمانيين مشي جمعوا مع 80 ويجيب لك هذاك الشيء ما تعرفش. انا ما كنفهمش انا كيفاش انهم يقدروا ما يتعرفوش، لانهم في مدن مختلفه، ولكن بعض المرات كينوض واحد الفريق وكيسال الوزير اللي هو معاه لماذا كذا، من هنا ما فهمناش حنايا. يعني هما الحكومه خداو الاغلبيه مطلقه في البرلمان والمجالس، لان الانتخابات دارت في نهار واحد باش دار هادشي، باش تكون اغلبيه مطلقه ديال 3 احزاب وخلي سيروا الديمو، ما كاين لا معارضه ولا محزنون وما غنسمعوش لكم، حنا عندنا اغلبيه غنصوتوا وغادي نطحنوكم.
يا يعني اما يقدروا يبنيو ولا يطحنونا، هادشي اللي كاين. ولهذا انا بالنسبه ليا ما عارفينش العمل البرلماني كيف داير، بحال شي يعني. وحنا كنقولوا هذه يعني مؤسسه اللي هي ديال التسجيل وفقط، ماشي شي مؤسسه اللي بالفعل كتشوف شنو هي القضايا الاساسيه وكتحطها، شنو القوانين اللي خصنا نخرجوا كتخرجها. هذاك الشيء غادي نوصلوا ليه ملي غادي نديروا الاصلاحات الدستوريه والفصل ديال الصلات، غادي يمكن لينا نوصلوا. وملي غادي نفرضوا بان البرلماني اللي بغى يترشح خصو يكون عنده ثقافه ومتابعه تا ملف، ما عنده حتى قنبه في حلقه، باش يمكن لينا الناس الاحرار يساهموا في تحرير هذا الشعب. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.